شبيه اخويا بنك زوين، بنك زوين من ناحيه انه كتقدر تلقى لي غار في ما مشيتي، يعني في ما مشيتي في المغرب غتلقى لي غار لي زاتيم ديالهم في تيري فلوس، هذه حاجه زوينه كاينه في البنك الشعبي. ولكن اخويا المساوئ كثيره في البنك الشعبي. اولا انك تخدم سيغ انترنت البنك الشعبي ما غاديش يصلح لك، لان الفلوس ما يمكنش لك تيريهم، يعني ما يمكنش تصرف من بايبال البنك الشعبي وتيري فلوس. ثاني حاجه اخويا عندهم مشاكل بزاف فيما يخص البلاتفورم ديالهم، لو سيت ويب ديالهم. من الحوايج اللي مضحكين انه كثيرا ما في الاحيان ما تخدمش لي ويكاند، الويكاند ما تخدمش. من الحوايج اخويا اللي ما عجبنيش في البنك الشعبي، واخا انا راه تبارك الله راه شفت سكسي وانا معاهم عاد قلبت عليهم. من الحوايج اللي ما عجبونيش كذلك هو قضية لي زاجونس، يعني بانوا كثير بزاف بحال بحال دخلوا البوصة، يعني داك ليكسبيريونس ديال كليان مع بنكة ما كاينش.